ما ديك زيد لنا داك الحويط هذاك راه وزف جافي راني دبدب حتى لي قلبي تهز يا خويا حتى داك الوزخ هذاك هنا قدامنا دار حماتك مازال شويه حريره بطايات بما تبيع ما نضمن لك حتى تضرب لها قدامها ما نفطش حتى الامر واش معايا هذا اللي راه تدخل عليا يماك ويماك يماك ما تعاودش سمعتي ولا ما سمعتيش وقيل راك معول على زغيب موس ولا ضربه بالرازوار بطايا شافي بما نبيعها وتمسينين غنوري فاش يخدموا رجال من انا وانا نغوت وانا نزقي حتى ندبر الحومه كامل على سقطك اسمعي بس في غير تسمع في ندامها نوض خيرلك هاي مالي بمالا خبرايا دق دق وانا نقول لك نصبح في ندامه ولا في جهنمه والله غير نوصلك للجبانه اي اطناد ولا لا مانت ها هاي مالحبيبه اطناد ولا لا ايه استنى ما دي بخطنا اسنى ضرب الهاتشي اللي يوجه يا فات تسمع في امي هاجات البيدون المرأة في القليلة ها تتغسل به ان شاء الله همي استنى تشوفي دوك نضرب تحت التغسيله ومن بعد تشوفي قوليلي تسمع تعطينا هذيك الخبيزه هذيك ناكلوها الخبز تاع يماك بما البيعة ما تاكلوا لا اليوم ولا غدوة ها شوفي وانا تانية وحق جدي استغفر الله وحق ربي استغفر الله لا تنسى نهار غادي نضرب لك هربة وما تنسى تشوفي لي خدني خدني يا اخي رمضان يا انا سيدنا رمضان في سنة ثلاث ايام ولا اربع ايام وما نردهملوش بذوب الخرقة يا شيخ وانت ما تدخلك ايه واشنو ضرك؟ خاطرت الشغل واشنو؟ تروح ولا لا؟ تريد مني ولا ما يتحول؟ ما تروحش ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما لا ما تروحش ما نروحش عداها يبا الحبيبة يبا الحبيبة زادة سلحومة الغيت 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 زادة نزيد لك الغيت الغيت زادة سلحومة الغيت بيمان البيعة غير اليوم نهارك القاضي اشنو؟ القاضي من يقبل دار القاضي ايا ايا ذاك راجل ايا وتما عند القاضي تهرحق وزوتو لعندك ايا يا سيدي حبطني دار القاضي وطلقني ها مستيشة تدبر رجالة انت تدبر رجالة انت تدبر رجالة انا ابليس يا ناس انا على الشيطان انا ابليس يروح عليكم وشو هالحالة راك صوفيا وخيلي دايما هكذا دايما تضربني كل يوم تفتح انا على بليس يا حماديكم من جنان يسمعوا انتم ما تحسوا هذا تضرب الرجال منا منا قبل الدار القاضي والوليد اللي تضرب الرجال بوسلامات ايه هيا هذا تضرب يا دق دق قبل الدار القاضي انا على الشيطان مليح صح هيا لحفي وسمع قدام هيا خليني ذاك نديها لعندي الدار خليني نديها للدار اللي عندي وبركونا من هاد الزقا كل يوم اسقط دار عندك ها انا على الشيطان يا الرجيم يا رجل عندك 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 اسقط دار عندك بركونا وصليوا على النبي هيا سبق معلوم اسبقي بركونا اصلاص على النبي يا انت ها شوف بعد بعد خلحانيك انباك ما تجيش معاك معايا قاعد يولي فيها معلوم هو اللي يكرمه قاعد يولي فيها
هات مشي. هات مشي. ما فيها بناتنا غير قادنا وداك. غير قادنا فيها بناتنا. وراك راح الحمار. هيا ولي النار. الحمار ديالي انا اللي نرسم فيه ماشي انتيا. انا درنا فليفله. هيا واحد من الناس الثانية ولي كيف حالها وقيلة تيمشي. نحر نحر من الاخر. انتما تقدروا تروحوا على 15 يوم منا وهكذا ترجعوا ليا. يلا قوم بهم الشوش. ولا واحد اليوم يصلي ويعبد ربي. انظن وقت. مازال الحال يا سيدي. وانا ما حسبتونيش من الصباح وانا استنى هنا. من اين خرجت هذا؟ ايش تحب؟ انا نحب الحق يعني القاضي والصواب. وانت بيديك التركينه هذه اشكون سامع؟ مليح يا سيد القاضي. لو تنزلت لابس قاط وساسيه طويله هذه نص ساعه مني شفتوني. بصح استحيت تتكلم معك يا شيخ القاضي. يا شيخ اش عملت من غلطات باش تصحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم من هذه الفادات. ايه دبيت الناس الكل سرقي حتى في صباط عمي القاضي. ها انا جيت نستبل مدام يا عمي القاضي. اشكون هالمدام هذه؟ انا يا سيد القاضي. ايش تحبوا؟ ايش بيناتكم؟ ما بيناتنا غير الخير يا عمي القاضي. كيف تغني جاي موالد السلامة يا قطب طريحة؟ كانت ما بقى؟ أرى كانت عمي القاضي. ذاك الراجل قل له جاجل بما البيع يا عمي القاضي. لو كان ما جيش نحشي من هذا المصنطين غير أنا طوق نطلقوا. هيا تكلموا وكل واحد يتكلم بالصح. لو تيل هو الله يا عمي القاضي. شوف يا عمي القاضي اسمع لي أنا هو الحق. هي غير خياتي تزوج عمادة الله يا عمي القاضي. شوف 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 عندي يا عمي القاضي تفاصا يا خالتي. شوف يا عمي القاضي شوف شوف يا عمي القاضي مخي كيفاش خرجت هوني يا عمي القاضي. شوف شوف يا عمي القاضي كيفاش قعدت انت من داخل تصدتهم لي يا عمي القاضي. انت هو الحق يا عمي القاضي. هادي برا اسمع يا عمي القاضي عملنا بيت بين الناس وانت شوف شكون هو الظالم. عمل لنا بيت ماشي ما بين الناس ما بين الجدرميه يا عمي القاضي. فنها نسلك نسلك بصح تعطيني الحق الدين يا عمي القاضي. ناخذها ناخذها على الدماغ غير ما تخرج يا عمي القاضي. وشنو؟ واش راني نسمع؟ تضربي راجلك كي يكتب عليا السده ذاك الوقت يكون راجلي. اما ناس جيتوا تعملوا هنا عند القاضي يا بنين الكلاب جيتوا تعملوا هنا عندي. ما حبيتش نروح لدارتهم يصالي عمي القاضي. قلت انا يا الصور اللي يديه واحد اخر براني تديه انت يا عمي القاضي. احنا بني عم يا عون. حاضر جيب الامبوليس. خرجهم عليا خرجهم عليا اولاد الكلاب هذو ولاد الحرام خرجهم عليا. شفتي شفتي واش وصلت لنا لامك يماك؟ ها شفتي راح توصلينا للسجن يا امك يماك.
ما فيها حاجة يا عمي القاضي، غير ما تتغشش. زوجنا وطلقنا وهي فرات. اذهبوا عليا يا حرامية، اذهبوا عليا يا ولاد الكلاب، اذهبوا عليا. هكذا شرع المؤمنين يا عمي القاضي. المؤمنين متزوجين بالعصور وبالشرع الإسلامي. اذهبوا عليا يا حرامية، ما يشبه لكم. تزوجنا وعملنا بيت بين الناس. بمن بعمل زوج معي؟ يعني كانوا رحطون حياتي للسجن. أنا الزوج معك بتحرم؟ إين على الراجل اللي ياخذ طريحة ويمشي القاضي يشتكي. شد القاضي، عمي القاضي، طلقنا. اذهبوا عليا يا ولاد الحرام، اذهبوا عليا يا ولاد الكلاب، خرجهم يا الشاوي، ما نحبش نشوف وجههم، خرجهم. هذا رايحين، هذا رايحين، غير ما تتغشش. دوك حنا نروحو نتزوجو عند الكوميسار ولا عند البروتيرو. هيا، هات متعد.